كشف الرصد الجوي علي مشهور عن توقعاته حول موسم الغبار وأمطار الخريف في منطقة جازان. وقال مشهور: يبدأ هبوب الغبار الموسمي نشاطه خلال الفترة ما بين 19 إلى 22 من يونيو، وفي بعض الأعوام تقدم وتأخر إلى بداية شهر يوليو وتستمر إلى الثلث الأول من شهر أغسطس. وتابع: يتوقع أن يصادف بداية هبوب الغبار لهذا العام 1443 هجرية من بعد منتصف ذي القعدة وذروته مع الشهر المقبل في الحجة. وحول أسباب نشاط الغبرة الموسمية، يقول الرصد الجوي: أولا، ضعف ضخ الرطوبة مما يقلل من ظهور السحب الماطرة، وثانيا انخفاض قيم الضغط الجوي جنوب البحر الأحمر وجنوب غرب الجزيرة العربية، مما يساعد في نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار. وثالثا، تحرك الكتلة الغبارية الكثيفة من شرق السودان عابرة فوق مياه البحر الأحمر على هيئة عوالق غبارية كثيفة. وتابع: تساعد هذه العوامل خلال موسم الغبرة في تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أو شبه انعدامها، وخصوصا على طول السواحل والتهم. وأوضح مشهور أن موسم الغبار ينقسم إلى قسمين، حيث تكون بداية الغبار جافة لأن مصدرها رياح جافة قادمة من صحاري إفريقيا خلال فترة ما بين يونيو إلى منتصف يوليو. الثاني، تكون الغبار أو الغبرة محملة بالرطوبة لأن مصدرها الرياح الموسمية الرطبة خلال فترة من بعد منتصف يوليو إلى أغسطس، وهذه الفترة هي بداية الفعالية لأمطار خريف جازان، ومعها تزداد نسب الرطوبة، بالتالي ازدياد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة الموسمية، والتي تسبق في الغالب بنشاط للرياح الهابطة الشديدة أحيانا مع جريان للأودية والشعاب بشكل أوسع على أغلب أودية جازان، والله أعلم. كما أكد الرصد الجوي بمنطقة جازان علي بشور في حديث سابق للوطن أن غبرة جازان تستمر قرابة 55 يوما، مشيرا إلى أنه يصاحبها حالات مطرية متفرقة تسمى أمطار الخريف، وأن الموسم الفعلي لها يبدأ بعد 25 من يوليو وتستمر خلال شهر أغسطس وسبتمبر، مبينا أن بداية موسم الغبرة تكون جافة لقدومها من صحاري أفريقيا، وأن محافظات السهلية التهامية أكثر المحافظات تعرضا لها. من جانبه، قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقا مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالة المناخية المميزة في السعودية تسميات، الدكتور عبد الله المسند، أن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية شهر يونيو وينتهي في منتصف شهر أغسطس، تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.